يقول المثل الشعبي: لو بدت شتة كانت غيمت. وعلى هذا الأساس تبدو طبخة تأليف آخر حكومة في الوقت المتبقي من الولاية الرئاسية للعماد ميشيل عون محروقة وغير ميسرة، في ظل تمسك رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كل بصيغته الوزارية الخاصة. وتزامناً وهذا الجو الضبابي، تكثر التسريبات والاجتهادات السياسية التي يتم تناقلها على شكل فتاوى ومخارج لا تستند إلى أسس قانونية ودستورية ولا حتى إلى أعراف، تتحدث عن إمكانية أن يلجأ إليها الرئيس عون لقطع الطريق على الرئيس المكلف من أن يكون الوالي والحاكم بأمره إذا ما وقع شغور رئاسي. آخر الخيارات لتريند لوحت بسحب التكليف الرئاسي المعطى لميقاتي بتشكيل حكومة من خلال دعوة مجلس النواب إلى استشارات جديدة ملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة يمكنه تأليفها سريعا وتكون مؤهلة لإدارة البلاد. مسألة سحب التكليف من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي له شروط، وهو يعني يذهب باتجاه خيارين لا ثالث لهما: إما أن يعتذر الرئيس المكلف عن الماضي في عملية تشكيل الحكومة، أو أن يعمد المجلس النيابي أو الأغلبية النيابية التي كلفت الرئيس ميقاتي إلى سحب هذا التكليف، وبالتالي عندها يستطيع رئيس الجمهورية أن يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة جديدة. خارج هذا الخيارين أعتقد أن الرئيس الجمهورية ربما يمارس ضغطا سياسيا على الرئيس المكلف لدفعه باتجاه تشكيل حكومة توافق رغبته ورغبة جبران باسيل، ليكون جبران باسيل قادر على إدارة الحكم في مرحلة الفراغ الرئاسي. خارج هذين المعطيين أو الخيارين أعتقد أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يفعل شيء. وفي وقت تكثر التفسيرات الدستورية بشأن مهمة حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها في مرحلة الشغور الرئاسي، يبدو الرئيس عون رافضاً لفكرة أن ترث الحكومة المستقيلة التي يعتبرها حكومة ميتة وتتسلم وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة، إضافة إلى أن الحكومة الحالية لم تنل ثقة مجلس النواب الجديد. لا يمكن اليوم الحديث على أن رئيس الجمهورية لا يسلم البلد إلى حكومة تصريف أعمال. حكومة تصريف الأعمال بحسب الخبراء الدستوريين ووفق النصوص الدستورية هي اليوم القادرة على أن تسير شؤون البلاد سياسيا وإداريا. طبعا هناك سلطة لا تستطيع أن تمارسها حكومة تصريف الأعمال، مثل توجيه كتب إلى المجلس النيابي، مخاطبة المجلس النيابي، اعتماد سفراء. هذه من يعني الصلاحية الشخصية لرئيس الجمهورية. حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تمارسها، لكن بمعنى المراسيم وأقرار القوانين ووضع المشاريع طبعا تستطيع، حتى أبرام الاتفاقيات. إذا كان الرئيس ميشيل عون جادا اليوم بعدم الوصول إلى فراغ تديره حكومة تصريف الأعمال، عليه أن ينسجم مع رئيس الحكومة بموضوع تشكيل حكومة سريعة. 6 أيام وتدخل البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مطلع أيلول المقبل. فهل تبرهن الوقائع السياسية المقبلة أن الفراغ الحكومي لم يكن سوى بروفا لشغور رئاسي قادم؟ دارين دعبوس، قناة الجديد.